أخبار اليوم. إحنا صناع الدواء محتاجين أن نعمل سبورت ونحقق إن شاء الله بإذن الله تعالى كلنا مع بعض المبادرة اللي هو علاج مليون مريض، والمهم قوي يبقى الغالبية العظمى منهم من الشباب في سن الأربعين وفي سن الخمسين وفي الثلاثينات، عشان نقدر نزود الطاقة الانتاجية للبلد. لما نعالج مليون مريض ده بيتهيألي هيفرق كتير قوي بالنسبة للمرضى الهيباتيتس سي، وخصوصا الشباب في سن الثلاثين والأربعين. كمان هيبقى المريض لما إن شاء الله يمر بالمرحلة ويخف هيبدأ يبقى الطاقة الانتاجية بتزيد ويشتغل، وإحنا محتاجين أول فترة دي كلنا نشتغل وكلنا نبني، لأن البلد محتاجة لكل واحد ومجهوده. إمتى يا فندم قررت الاستجابة لمبادرة الرئيس؟ والله أول ما سمعنا الكلمة بتاعته اللي هي الكلمة الشهرية في اليوم ده، إحنا بيتهيألي معظم صناع السوفوس بوفير كنا بنتكلم مع بعض إزاي نوصل لأقل سعر عشان نوفر الوحدات أو العدد اليونت اللي ممكن تعالج المريض. وبالتالي كلنا متفقين ان احنا لازم في خلال الست سبع شهور الجايين في السنة لازم نغطي الثلاثة مليون وحدة اللي هي تعالج المليون مريض. كلنا متفقين ان يبقى ننزل بالأسعار لأقل سعر، وهو أول ما الكميات بتزيد بتلاقي سعر المواد الخام بيقل، فدي فرصة لينا كويسة قوي ان احنا نقدر نوفر الدواء بسعر مناسب. كمان عندنا طاقة انتاجية، وخصوصا في شركتنا AUG عندنا طاقة انتاجية عالية، فممكن قوي ننتج مليون علبة ان شاء الله من النهاردة لحد نهاية السنة. وفي شركات كتير في مصر اللي هم عندهم السوفوس بوفير عندهم طاقة انتاجية زينا، ممكن نساعد بعض للوصول الى علاج المليون مريض بإذن الله. ودي حاجة ايسينك كويس قوي بالنسبة لأي شركة ولأي فرد بيشتغل في الدواء يساهم في علاج المرضى، ده مهم قوي. إذا الدولة وفرت فندم المادة الخام للدواء مجانا، اديتها للشركات مجانا، حضراتكم ممكن تعملوا ايه؟ والله هنصنع المواد الخام اللي هتجيلنا بسعر التكلفة، هيبقى فيه بس فيز للتصنيع، احنا مش عايزين اي مكاسب، مش عايزين اي بروفيت. البروفيت بتاعتنا الوحيدة ان احنا عدد كبير من المرضى يتم شفائه، وده مهم قوي. وانت عارف الصحة دي الاساس، صحة المواطن، صحة البني آدم هي الاساس. فلو احنا قدرنا يبقى لينا كونتريبيوشن، يبقى لينا رول جوه المنظومه دي حاجه كويسه قوي، حاجه تشرفنا ان احنا نبقى جزء من العلاج ان شاء الله. وايه راي حضرتك فندم في المناخ الاقتصادي حاليا في السوق المصري، وايه العقبات اللي ممكن تقابل حضراتكم في التصنيع؟ انا مش عايز اقول لك على عقبات وتقابلنا في التصنيع، احنا داخلين في مرحله تانية خالص. احنا الفتره دي كلنا كل واحد فينا بيحاول يبني ويجري، لان القياده السياسيه بتاعتنا انرجيتك قوي، بتجري اكتف عايزه تعمل حاجه، فبيجي كل واحد فينا لازم يساعد الاداره السياسيه عشان نوصل للي احنا عايزينه في الاخر. المواطن محتاج صحه، محتاج تعليم، محتاج مستوى عالي من الخدمات. كلنا بلا استثناء في كل القطاعات لازم نساعد الإدارة السياسية عشان توصل اللي هي عايزاه. من الحاجات المهمة الدواء، وإحنا بيتهيألي عندنا قطاع دواء ماتيور، عندنا 150 مصنع في مصر، في جزء منهم كبير قوي ممكن ليه طاقة عالية، ممكن يوصل الدواء لكل المستحقين ليه بسعر مناسب، ودي أقل حاجة ممكن نقدمها للبلد، لأن إحنا الفترة دي فترة بنى. اللي احنا عانيناه الفترة اللي فاتت بيتهيألي بانت من الأول المؤتمر الاقتصادي للمشروع بتاع قناة السويس، المشروع العملاق، أنا بيتهيألي دي تالت حاجة اللي هو علاج الهباتيتس سي، فدي حاجة مهمة قوي، وأتمنى يبقى في بروجكتس كتيرة قوي عشان تغير البلد. وبيتهيألي مع القيادة السياسية اللي موجودة مع الرئيس السيسي ممكن حاجات كتير قوي إن شاء الله تتعمل، وكل السبورت ليه والأفكاره، لأن هو ده اللي هيغير البلد، هو ده اللي بينقلنا لفيس تاني خالص. احنا عانينا في الفترة اللي فاتت كتير، بتهيألي الفترة اللي جاية very promising بالنسبة للبلد، بالنسبة للشعب، عشان نغير الحياة، لأن احنا الشعب كله أيسينك عانى، وكلنا مرينا بالمرحلة المزعجة اللي احنا كلنا عشنا فيها. دلوقتي بتقلي في قيادة سياسية قوية قادرة انها توفر حياة مناسبة للشعب. في صعوبات، لكن انا أيسينك ان في فيجن وفي أوبجكتيف، ان شاء الله ربنا يكرم القيادة السياسية كلها عشان نقدر نوصل بالبلد ان شاء الله لبر الأمان.